مكافحة المضاربة غير المشروعة، ذلك ما يعمل عليه كل من قطاعي التجارة والعدالة. فالقانون الجديد الذي يجرم هذا الفعل يأتي لأخلاقة العمل التجاري ومعاقبة كل من يتلاعب بقوت المواطنين. القانون أعطى تحديدا دقيقا للمضاربة غير المشروعة، الرفع المصطنع والمزيف للأسعار بغرض إحداث ربح غير شرعي. كذلك عندنا تخزين السلع بغرض إحداث ندرة في السوق، ووضع عرض وطلب مزيف في السوق، وهو ما يتسبب في رفع مزيف للأسعار. عقوبات صارمة حددها المشرع الجزائري ضد كل من يتورط في المضاربة غير المشروعة. بالنسبة للعقوبات فقد جرم هذا القانون المضاربة الغير مشروعة بجنحة وجناية في بعض الحالات، فقد فعاقب من 3 سنوات حبس نافذة إلى 10 سنوات حبس نافذة، وغرامة من 1 مليون إلى 2 مليون دينار جزائري غرامة نافذة. أما في حالة ما إذا ارتكبت هذه الجريمة في أيام أو في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية مثل ما هو موجود حاليا وهي أزمة كورونا، فإن الوقائع تصبح جنائية ويعاقب القانون من 10 سنوات إلى من 20 سنة إلى 30 سنة سجن، وغرامة من 10 ملايين إلى 20 مليون دينار. القانون المجرم للمضاربة غير المشروعة سعى لمجابهة هذه الظاهرة من خلال عدة آليات جاء بها، لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على المواطن والاقتصاد على حد سواء.